لقيت زبون للبيت. أنا بيه؟ هاد البيت. ليش مين قالك بدي بيع البيت أنا؟ أنا ما عاد أقدر أقعد فيه ولا يوم. كيف ما قدرت وكيف ما تحركت بشوف أمير الذهب. عم بتخيل وهو متسطح بالأرض والدم حواليه. طيب طيب مثل ما بدك، ننتقل على البيت الثاني اللي كنا بدنا نجوز فيه أمير. نترك هاد بس إن شاء الله أمير يقوم بالسلامة نجوزه هون. لا، هاد البيت لازم نبيعه، أنا ما عاد أقدر فوت عليه. بعدين أبو فارس، يعني معقولة نجوز أمير بالبيت اللي كان راح يموت فيه لا سمح الله؟ إذا كنت بتحبني بيع البيت. طيب وفارس؟ شو أبو فارس؟ اصلا فارس نسيانا، ما بيجي لعنا الا زيارات. بعدين يعني شو فرقت اذا كان اجا لهون ولا اجا لهوني؟ الله يخليك. هذا انت؟ امتى اجيت؟ شو عم تعمل هون؟ اجيت من شوي، كنت بغرفتك عم تطبي اغراض، ناديت عليكي ما سمعتيني. دخلت لهون لانه في غرض عايره لامير، وجيت شوف اذا هون ولا لا. طيب بس لا تنكش الغرفه لانه في زبون جاي يشوف البيت. ليش بدكم تبيعوا البيت؟ ليش انت شو فارقه معك؟ قاعد ببيتك ولا سائل عنا ولا عن اخوك. ما علينا، مشان طمنك هذا القرار اتخذته انا وابوك، ورح ننتقل على البيت الثاني. ماشي؟